حياة البطاريق حياة مليئة بالمخاطر. فمثلاً أنثى البطريق وقت وضع البيض بتضع بيضة واحدة كل عام، والبيئة اللي بتضع فيها البيض بتكون بيئة صعبة جداً، فبتكون درجة البرودة عالية جداً، وللأسف الأنثى ملزمة تسيبها للأب، وده علشان تصطاد وتوفر الطعام اللازم ليها وللذكر. وفي الوقت ده يقوم الذكر بوضع البيضة على أرجله وحاططها بريشه باستمرار، وده للحفاظ على تدفئتها. وطبعا بتكون مهمة صعبة جدا، لأنه عارف أنه لو سابها في الجو البارد ده ممكن الجنين اللي جواها يموت. ومن الأسباب اللي بتخلي الذكر لازم يستمر في حماية البيضة هو حمايتها من المفترسات الأخرى اللي بتعيش بالقرب منهم. وطبيعة حياة البطاريق بتجعل الأبوين دايما في مسؤولية مستمرة، وده للحفاظ على صغرهم. وعلشان كده بعد فترة حضانة البيض وهي 75 يوم الأنثى لازم تصطاد طول الوقت، وفي بعض الأحيان ممكن الأبوين يصطادوا مع بعض، وده لتوفير الطعام اللازم للصغير. وفي الفترة دي ممكن الصغير يتعرض لخطر الهجوم من الحيوانات المفترسة أو الطيور الأخرى. وهنا الأبوين بيحاولوا بقدر الإمكان الحفاظ على الصغير، وفي نفس الوقت توفير الطعام اللازم للصغير خاصة في الست شهور الأولى. وللأسف في الفترة دي حتى الأبوين بيتعرضوا للخطر أثناء نزولهم المحيط، والخطر ده ممثل في بعض الكائنات الشرسة زي أسماك القرش والفقمات البحرية وبعض أنواع الحيتان. وقتها طبعا الصغير لو نجا من الحيوانات المفترسة ممكن يموت من الجوع. وفي سيناريو آخر ممكن يتعرض ليه الصغير إن بعض أنواع البطاريق زي أنثى بطريق الإمبراطور معروفة بأنها بتحب تسرق صغار البطاريق، وده بسبب موت صغيرها، فبتعوض ده إنها بتسرق أي صغير بتلاقيه لوحده سواء كان أبويه عايشين أو ماتوا بسبب تعرضهم للافتراس. وعلشان كده حياة البطاريق عموماً حياة مؤلمة جداً، وده بسبب إنها دايماً معرضة لمخاطر مستمرة بسبب المفترسات، سواء المفترسات دي على البر زي الدب القطبي أو في البحر زي القروش والفقمات وبعض أنواع الحيتان. والبطريق يعتبر من الفرائس المفضلة، وده بسبب إن جسمه غني بكميات دهون وفيرة بتساعد أي مفترس على البقاء حي في البيئات الجليدية الصعبة. والبطاريق بتقدر تتكيف مع البيئة الجليدية لأن طبيعة أجسامها مؤهلة للعيش فيها، وده بسبب إنها بتمتلك ريش كثيف وقصير، بالإضافة إنها بتمتلك غدة أسفل الذيل بتفرز مادة زيتية بتساعدها أثناء السباحة في المياه على عدم وصول المياه لأجسادها، وبالتالي عدم الشعور بالبرودة. ولو الفيديو نال إعجابكم ما ننساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا.